السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكروا هذه القناة اللي كدير هذه الجهود بعدا مع الناضلين مع الناس كتوقف في جنبهم. هذا الملف ديالنا اليوم سيد العامل عطى الوعود ديالو باش يفك هذا الملف ان شاء الله بحول الله. لهذا راه هضر مع العمران باش يوجدوا هذا الملف هذا في ما قريب ان شاء الله بحول الله. اذا الملف ديال هذا الدراوش هذا راه قريب ان شاء الله يتحل. ان الوعود ديال العامل ماشي هي رجلنا رجل ديال الدوله اللي عطى الوعود ديالو غادي يطبقها ان شاء الله بحول الله. ولهذا كنتمناو هذا الملف هذا يخرج الوجود ديال العيالات هذو وهاد الدراوش هذو اللي كيكونوا دائما الشمس دائما هذه 13 عام وهما كيناضلوا. والحمد لله اليوم كاينه بشرى بالخير من سيد العامل والناس اللي خدموا معاه كاتب العام سيد الباشا المدير ديال العمران كلهم خدموا في هذا الملف هذا. كنشكرهم الله يجازيهم بخير والله يرحم الوالدين. شكرا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وبعد تحيه طيبه الى جميع المستفيدين والاخوان اللي لباوا النداء ديالنا ديال الصباح هذا. فاليوم كنا جينا على اساس باش نشوفوا كيفاش الامور ديال القرعه، ولكن تفاجئنا باللقاء ديال السيد العامل مشكور في الحقيقه. مشكور السيد العامل على المجهودات اللي تيدير داخل الكناس، حنا ما تنكروش المجهودات ديالو، رجل ديال العمل، رجل ديال 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 ديال, ديال الجلسات، رجل ديال 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 المواقف الصعبه. بصراحة دار واحد المجهود اللي هو كبير، حنا تنتمناو من الشركة ديال العمران على أنها توفيم بالوعد ديالها مع هاد الناس هادو. حنا كنا مشينا لفاس على أساس الشركة ديال العمران تتقول كلام، ولكن تفاجئنا على أن الشركة ديال العمران مازال ما جاهزاش، باقي عندها شي إشكال كتقادو لأن عندها شي عندها مشاكل في ديك التجهيزة ديال 27 هكتار. ولكن النقطة المهمة هنايا واللي هي زوينة بزاف هو أن السيد العامل في الحقيقة واخد هاد الدراوش هادو هما كأبناء ديالو كأمهات ديالو كالولاد ديالو. فمشكور السيد العامل على المجهودات ديالو وتحيه نضاليه للجميع وشكرا. النقطه اللي هي مهمه فما ما شرنا لهاش، فتنطلبوا من السيد العامل على انه كما قال هو يا ودار واحد الخطوه اللي هي مهمه. فتحيه للسيد العامل ديالنا، دار واحد الخطوه مهمه على اساس انه متبع مع الناس ديال العمران، والناس ديال العمران عطاوه وعود على انهم بانهم غادي يفكوا هذا الملف هذا بالموافقه ديال الناس ديال الاوقاف وبالموافقه ديال الناس ديال العمران مع الناس الفوقانيين. فتنتظروا داك لي سينياتور الاخيره ديال شركه العمران وشكرا للاخوان.